أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لم يصل وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ إلا ما بعد مشاركة 27 طرازا نوعا من السلاح التركي في هذه المعركة، ومباشرة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار يزور نائب رئيس الصناعة الدفاعية التركي باكو من أجل تأمين أمور أخرى تعتقد أذربيجان بأنها حاسمة بعد وصولها إلى ستيفان أكارت ونائب رئيس الصناعة الدفاعية جوغان أوكار كان واضحا في أمر دقيق للغاية، لأن كل ممثلي شركة الدفاع التركي يزورون في فريق واحد باكو، يعني أن الفريق التركي يشمل جميع القطاعات بدون استثناء. ومعروف أن أذربيجان هي أيضا جزء من كان من هذه الطائرة، تمويل الطائرة للجيل الخامس التركية وأيضا لبعض الأسلحة. وشاركت في هذه العملية البيرقدار TRG 300 TRLG 230 المام L وأيضا المام C والمام T وأيضا LGK الKGK وأكيم أو حكيم، وكل هذه الأسلحة جزء لا يتجزأ من الترسانة التي تستخدم الآن. وأذربيجان تريد مروحيات ودفاع جوي وصواريخ تكتيكية تايفون للوصول بها مباشرة مع نظم الحرب الإلكترونية إلى أذربيجان. التطور الأساسي الآن بعد مشاركة السلاح التركي وأدائه الفعال في مواجهة ليس فقط ناغورني كاراباخ الآن وجميع الأسلحة فيها، والدليل أن في يافلاخ هذا الاتفاق للتفاهمات وقد أشرفت عليه روسيا عبر قواتها لحفظ السلام الروسية في هذه المنطقة، وجدنا أن هناك 100 دبابة فقط سلمت طبقا للاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن فيه الآذريون، أعلنت فيه دولة أذربيجان استعادة ناغورني كاراباخ كجزء من السيادة الآذرية. ورغم ما قاله الفرنسيون بخصوص ضرورة وجود ما سمته بمكون إنساني دولي في هذا الإقليم، فإن أذربيجان الآن مستعدة للتعامل مع ماذا؟ مع السلاح الفرنسي المحتمل أن يكون لدى يريفان، لدى الأرمن دولة وجمهورية أرمينيا، وهذا الخيار خيار محتمل، وهناك الفرنسيون الداعمون بشكل كبير لمثل هذا الخيار، تزويد أرمينيا بما تشاء من السلاح الفرنسي تماما كما يحدث الآن مع أوكرانيا أو مفاوضات الميراج 2000. أيضا هناك مفاوضات مع باشينيان، وهناك ضغوط أيضا من الشارع ومن الأحزاب القريبة من باشينيان من أجل محاولة جعل العجلة تختلف في اتجاهاتها عما سبق وتأخذ السلاح من فرنسا، وفرنسا مستعدة لذلك. وهذا الذي يعمل عليه التركي الآن، أن تركيا حاليا تريد إعطاء الدفاعات الجوية وتايفون وغيرها، والأهم الحرب الإلكترونية بجميع ما لدى تركيا. كل ثقل تركيا في هذا الفريق سينزل من أجل أن يكون إلى جانب أذربيجان في مواجهة فرنسا، لأن فرنسا هددت بوجود دولي إنساني تحت هذا الزعم في هذه المنطقة. ماذا يريد الفرنسي؟ من جهة أولى الاقتسام بينه وما بين روسيا، لأن روسيا في ناغورني كاراباخ هي قوات حفظ السلام الروسية وقد قتل منها 8 جنود، وتريد أن يكون هناك ماذا؟ تواجد إنساني دولي تتزعمه فرنسا.
وهكذا يمكن الوصول بالحوار العسكري ليس في ناغورنو كاراباخ وإنما في باقي المناطق وخصوصا الساحل الأفريقي. فتريد نوع من اقتسام الكعكة مع الروس. تركيا دخلت على الخط لإبعاد هذا الخيار نهائيا، بل وصل الأمر إلى في 24 ساعة إلى مقتل 200 جندي وثمانية جنود روس. هذا معناه مباشرة أن روسيا ليس من حقها سوى مهمة واحدة، نزع السلاح. لكن نزع السلاح أمام 100 دبابة كما يقول تماما المسؤولون الآذريون، هناك 6 مدرعات هي التي قدمت في نزع السلاح. هناك 800 سلاح ناري من أصل 1%، يعني نحن نتحدث الآن عن تسليم 1:6 وإلى حدود 10% مما لدى جيش الدفاع أرتساخ. والمهم بالنسبة لفرنسا أن أذربيجان لم تسقط عاصمة الإقليم ستيبانكارت. هذا أهم ما يريده الفرنسيون الآن، الحفاظ على هذه العاصمة للإقليم ونوع من السيادة المفروضة الآن، يريدها الفرنسي بطريقة ويريدها الروسي بطريقة أخرى. هنا تحت جميع العناوين، وقف إطلاق النار، تسليم السلاح إلى آخر كل هذه الإجراءات، لكن في واقع الأمر فإن باقي الإجراءات سيكون هناك دائما ميكانيزم دولي لا ترغب فيه أذربيجان ولا تركيا. وتستعد الآن تركيا مع أذربيجان لمواجهة فرنسا كما ترغب فرنسا، لأنها تريد أن تفرض ما سمي بوجود إنساني دائم في هذا الإقليم، وهذا تطور استثنائي خطير للغاية. إن باكو ومعركتها الآن تحت عنوان استعادة السيادة، فيما ترغب فرنسا في ماذا؟ في تمثيلية دولية عبر الأمم المتحدة لإبقاء الوضع. وإن كانت باكو وإن كانت أذربيجان تسعى إلى عملية استعادة السيادة على ناغورنو كاراباخ، وهذا عنوان لحملاتها، ففي الاتجاه الآخر فإن فرنسا من خلال مجلس الأمن تدعو إلى ماذا؟ إلى وجود إنساني دولي، وهذا الوجود الإنساني الدولي يجعلنا أمام ميكانيزم للأمم المتحدة، وبالتالي فإن مثل هذه الوضعية تبقى دولية، وهذا الذي لا تريده تماما تركيا، وهي تدعم بشكل كبير إسقاط ستيبانكارت في أقرب الآجال أو على الأقل إحاطتها. والمهم اليوم الوصول إلى إحاطة جميع الحدود على اعتبار استعادة السيادة. الأمر لا يتعلق بحفظ الروس ما يسمى بحفظ السلام من طرف القوات الروسية، إنما الأمر يتعلق بالوصول إلى الحدود والانتشار عبر كامل الحدود. وهذا هو التطور الاستثنائي الذي يريد منه الآذريون حسم معارك. ثانيا أن حالة الإدماج تكون جزئية وأيضا شاملة، ومن الآن هناك مساعدات إنسانية بهذا الخصوص. كل هذا يجري حاليا وبسرعة من أجل إتمام المعركة. تركيا ترى أن المعركة فيها مراحل، ولا بد من مرحلة قادمة ستستعد لها أذربيجان من خلال المروحيات والدفاع الجوي وتايفون والحرب الإلكترونية. 4 محاور في هذه المعركة بالنسبة لتركيا. بالنسبة لأرمينيا ترى بشكل واضح جدا أن العملية كلها ماذا؟ هي سلاح طيران استخدم في وقت سابق والآن تريده عاجلا. وكل ما يجري حاليا حول الميراج 2000 موجود ومؤكد، ومفاوضات سارية ليس مع أوكرانيا وحسب، إنما في منطقة وعلى أراضي دولة أوروبية هناك مفاوضات مباشرة حول تسليم طائرات. هذه الطائرات أو المقاتلات من طراز ميراج 2000 وبسكارب،
إذن لدينا هذا المسعى، فيما نجد مسعى آخر من طرف تركيا أن هناك الآن من السخاي 25، وقد جرى تحديثها من شركة TAI التركية. هذا معناه أننا أمام إعادة اعتبار مباشر وبشكل يؤطر كل هذه المعركة، هذه الحرب، وسيكون بطبيعة الحال الأمر مختلف عما سلف. لذلك فإن اليوم هناك الميراج 2000 الفرنسية في مقابل السخاي 25 الأمال التي قامت بتحديثها تركيا، وأمامنا هذا الصراع الآن الذي دخل جوا وأيضا عبر صواريخ سكالب من جهة، وفي الاتجاه الآخر هناك تايفون في مقابل الرادع الفرنسي وهكذا. فالموضوع أخذ أبعادا خطرة جدا وغير مسبوقة، وبالتالي فإن ما يريده الآن الفرنسي من وجود دولي في ناغورنو كاراباخ في لعبة لمجلس الأمن، وأيضا من أجل تقاسم النفوذ مع روسيا يمهد لصفقات أيضا في الساحل الأفريقي، كل هذا يجري. وأمامنا تركيا التي لديها أوراق ضغط أساسية وأرسلت كامل ممثلي صناعاتها الدفاعية، وقد سلموا للسفير في باكو، سفير تركيا في باكو، مجسم قام لهذه الطائرة، طائرة الجيل الخامس من جهة، وهي التي تمول أيضا من أذربيجان، فهي تشارك ضمن هذه الطائرة وستسلم إليها المروحيات، بالإضافة إلى باقي ما ذكرناه في مقابل فرنسا التي دخلت على الخط بشكل مباشر في أرمينيا. فالحرب إذن تركية فرنسية في ناغورنو كاراباخ، وما يريده حاليا الفرنسي يحاول الطرف الآخر تجاوزه، وهذا هو الوضع الذي جعل من تركيا الآن تمهد لحرب فرنسية تركية في ناغورنو كاراباخ كجزء من المرحلة القادمة، بعد أن أكد الفرنسي على التمويل وتسليم السلاح من أجل هذه الحرب لاستنزاف تركيا، لأن هذا مهم جدا. بل إن هناك أيضا مساعدة قبرصية ويونانية من أجل فتح الجبهة لاستنزاف تركيا في هذه المنطقة وإبعاد تركيا عن تطورات إيجاب. على الأقل بالنسبة لأردوغان فهو أدهى، فعندما لاحظ أنه سيتورط بشكل أكبر وأن فرنسا تتحرك في هذه المنطقة جمد مباشرة كل تطورات بحر إيجاب، وكان اللقاء ما بينه وما بين الوزير الأول اليوناني في قمة تسالونيك، وهذه القمة يراها على الأقل أردوغان بأنها مختلفة، لكن ليس اختلاف تكتيكي بطبيعة الحال، لأن تبريد جبهة بحر إيجا من أجل فتح الجبهة الأخرى، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي راقبه الجميع، والمؤكد أنه متقدم للغاية عن سابق الديناميات التي عرفناها للصراع في المنطقتين واللعبة الروسية والفرنسية والتركية الداعمة لأذربيجان. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.